اقل من كده. في حاجات كتيره جدا عندي هنا كاتبها، انما كويس ابرزها ابرزها يعني ابرز الانتقادات. انا عايز اسال حاجه الاول، ابدا اسال الاساتذه. نعم. راب يعني ايه؟ راب يعني ايه؟ راب يعني عشان اوريك لغه العلم بقت قد ايه. الراب دي مزيكا. راب يعني ايه؟ الراب دي يعني مزيكا اصلا من جامايكا. والله العظيم جامايكا. الله يخليك، كويس اللي انت قلت لي ده. طب يعني ما هي فن مطالع. فن ايه؟ انا درست فيلم الراب اساسا. ايه اللي جاب جامايكا وايه اللي جاب كل ده؟ ما هو اساسا مش ماشي في مصر. اول بدايه الراب الامريكي سنه 52 جيمس براون، ده راجل زنجي. لا لا الله اكبر. طب كويس ان الجهل بيسبب. كانت في جامايكا. كان جامايكا؟ كان جامايكا. طب من لما تتصل لنا بجامايكا شوف ليه الحاج ابراهيم هناك في جامايكا هيقول لك راب يعني ايه؟ يا جماعه نختشي، راب يعني فن الالقاء الارتجال على الايقاع، ده معنى راب. وكذلك في الراي، الراي تروبادورز كانوا بيمشوا على الايقاعات، اول القافله يقول جمله ميلودي والباقي يقول جمله تقليديه ثابته. وربنا يخليك ما تنشرش هذا الجهل قدام الكاميرا، وارجع لكتاب اذا كنت بتعرف تقرا عشان تعرف راب يعني ايه وراي يعني ايه. انا ماليش دعوه بالراب. انا تكفي انت ماليش دعوه بالراب. امال انت جاي قاعد بتتكلم في ايه؟ انا بتكلم عن مزيكا يا جماعه. انا وربت وانا قاعد هنا جو من الجهل اللي انا عمال اسمعه. انا بتكلم على مزيكا احنا اخترعناها. انتوا اخترعتوها الراب ده؟ لا مزيكا. طب كويس. مزيكا بتاعتك احنا بنروح يا عم جيمس براون مخترعين الراب بتاعك. تعالى وجيمس براون. يا توني يا استاذ توني. نعم. ايه في طريقه الحوار ده ونشر الجهل على الغسيل؟ احنا قلنا ان الالكترونيك بتاعنا الشعبي. الالكترونيك يعني ايه؟ طيب ثانيه واحده. الالكترونيك يعني ايه؟ المزيكا اللي احنا بنوزعها اسمها الالكترونيك يعني المزيكا. مزيكة الالكترونيك. مزيكا مزيكا على برنامج. وبعدين يا استاذ مش هينفع الحوار كده، هطلع في النهايه معادي شهاده تاهيل. طيب انا خليني اسال سؤال.